في الجزائر سيارة أقل من 200 مليون من سابع المستحيلات، لكن في توتوبسيون اليوم لقينا لكم واحدة اللي يكون سعرها أقل من 200 مليون وأيضا اقتصادية واعتمادية في نفس الوقت. هذه السيارة مسوقة في الصين تحت اسم شاومي والتي تعني بوني. هنا في الجزائر سيتم تسويقها تحت اسم EV01 دونك سي البرومي موديل ديال علامة باستون. هذا فيكول لا ايتي كونسو دان اوتر موديل اوسي كوميرسياليزي في الصين واللي حقق مبيعات كثيرة في هذا لو سيغمون اكزاكتومون لا ميكرو سيتادين. يتعلق الامر بموديل وولينغ هونغ وونغ. ان فيكول اللي تم الافصاح عنه لاول مره سنه 2023 خلال فعاليات صالون شنغهاي. لي بريفون ديالو بداو يوم 30 افريل 2024 ولي فونت لو 28 جويي 2024. مواد سبتمبر هذا فيكول رانا في الجزائر راح نتعرفوا عليه الان. سيارة تتمتع بالديزاين ريغولو مضحك بعض الشيء، لكن يعتمد على فلسفة أخرى، فلسفة الألوان الباهية ولا الزاهية الموجهة لفئة الشباب، ونلقاوها توجور أون بيتون كيما هنا في هذا لوكان. نلقاوها كولور كابوتشينو اللي تزاوج مع لا كولور بلانش. الواجهة الأمامية تتميز بأضواء دائرية مع أضواء نهارية، حساسات أمامية واللي نلقاوها أيضا في الجانب الخلفي واللي راح تساعدنا في ركن هذه السيارة. وأهم حاجة في الواجهة الأمامية سي بيان دونك وين نقدروا نشارجيو هذا لو فيكول ولا لو موتور ديالو الكتريك ما شاء الله اللي يخليك كما قلنا تقطع مسافه مقدره ب 170 كيلومتر. دونك ان شارجمون لون اللي المده ديال الشحن الكلي 100% مقدره ب 9 ساعات. موديل بوني علاش نقولوا انه اقتصادي؟ لانه بكل بساطه يعتمد على محرك كهربائي دونك 100% الكتريك فول الكتريك. هذا المحرك فيه دو تيب دو موتوريزاسيون دونك با دير موتوريزاسيون با دير باتري دونك اون باتري اون ليثيوم من 9.2 كيلو وات واللي تخلينا نقطعوا مسافه 120 كيلو متر اكزاكتومون. ولا النسخه الثانيه الاطول ولا المده تاعها اللي راح تكون اطول على متن هذه السياره وهي عباره عن بطاريه من 13.9 كيلو وات واللي مجهزه بهذه النسخه والنسخه التي ستسوق في الجزائر واللي تخليك تقطع مسافه 170 كيلومتر. اكيد راح تتسالوا على عمر هذه البطاريه، راح نقول لكم راح تدوم لكم ما بين 6 سنوات حتى 10 سنوات. فيما يخص ابعاد هذا السياره ولا ابعاد موديل E01 من عند علامه باستون، الطول ديالها الاجمالي مقدر بثلث امتار ومون باتمون يعني المسافه ما بين العجلتين مقدر بمتر فاصل 95 وهذا يعطينا بعض الرحابه ولا كثير من الرحابه خاصه في المقاعد الاماميه. دونك فيكول ا 3 بورت اي 4 بلاس اكزاكتومون. العرض ديالو متر فاصل 51 وارتفاع مقدر بمتر فاصل 63 راكم تشوفوا دونك لا هوتور الي بيان ريسبكتي. دونك واش خسرنا في لي ديمونسيون في الطول ديالها راح نربحوه في لاكارد او توا. عاد ما نروحوا نشوفوا الجوانب نلقاو دي جونت اون 12 بوس دونك عجلات جد صغيره. نلقاو ايضا دي ريترو فيزور بنفس لون الهيكل اللي هي صغيره بعض الشيء ودي بروتيكسيون دونك دي باغيت اللي كيما قلت لكم دونك نفس الفلسفه دوبل كولور بيتون. وهذه تذكرنا بموديلات من عند علامة سيتروين ولي زير بومب بالتحديد. هذه السيارة أكيد في محركها الكهربائي راح تعتمد على نفس الفورنيسور ديال سايك ولا حتى وولينغ. دونك موتوريزاسيون اللي ديفلوب 20 كيلو وات بالتحديد وبالاحصنه 27 حصان وتقدر تلحق لسرعه 100 كيلومتر في الساعه كاقصى سرعه. بيان سور مع تسارع من 0 ل 100 كيلومتر في الساعه مقدر ب 35 ثانيه. دونك سياره نقدر نقولوا بطيئه بعض الشيء كما قلت لكم موجهه للمدينه بصفه اولى. بعد ما عرضوها باستون اكيد طلبيات كثيره جات عليها لانه سعرها مغري جدا كما سبق وقلت لكم سعرها راح يتراوح ما بين 140 و 170 مليون.
سيارة صغيرة لكنها تقدر تقدم لك وش تقدم لك أي سيارة أخرى. أكيد هذه راح تكون موجهة للمدينة فقط ولي بوتي ديبلاسمون. مو جو لا كونساي بور لا ليفريزون بور لي ستوديون للناس أيضا اللي خداو لو بيرمي كونديير ديالهم. دونك يبداو يتعلموا فيها سورتو كو لو بري تاعها اتراكتيف اللي راح يكون ما بين 140 و 170 مليون. نروحوا نشوفوا الجانب الخلفي ونلقاو لا سيناتور باستون ودائما اضواء كما نشوفوا الودي. دونك لا سيناتور الودي نلقاوها في لافون ولا حتى في لاغيير تيم بلا ميم فورم ريغولوت مدوره اون كيلك سورت. دونك لا كولور بيتون ولا توش تكنولوجيك كاميرا خلفيه اللي راح تسهل لك لو كرينو ميم سي هذه في جيبك تحطها. الي شوفوا دونك ليسباس اريير ابوبري واحد 150 لتر. دونك ان كاباسيتي ديال لو كوفر اللي صغيره على حساب بيان سور لي ديمونسيون جلوبال ديال هذا الفيكول، مي نقدروا ندو اتساع اكثر. دونك نحطوا هاد لي سياج نقدروا كاريمون نحيوهم. دونك تو سامبلومون نديكروشيوهم هنا نطلعوهم هكذا اونورا ان اسباس بلوز امبورطون بيان سور باش نشارجيو سيرتو اللي حاب يخدم بها ولا عنده حانوت يقضي بها سلعه. Moi je vais dire que tenfou bzaf. Sinon l'espace في لافون il est extraordinaire. نروح نشوفوه. هذه السياره مجهزه باربع مقاعد بالتحديد حتى في لاكارت غريس تخرج لك 4 بلاص يونيكمون. دونك 2 على الافون و 2 في الاريير. ولا كان عندك لي بيزون فو تقدر دير 5 مي اتونسيون يحكمك لابوليس. دونك كوتي تكنولوجيك ما نلقاوش بيان سور هذاك ليكرون انورم ايكرون والابل كار بلاي والاندرويد اوتو. دونك لانه بكل بساطه هذه السياره راح تكون اقتصاديه موجهه لفئه معينه من الزبائن. بيان سور دي بلاستيك دور سور توت لا بلانش. دونك عندك مخارج هواء مي بلوز امبورتون سي كو فيها ان كليماتيزور فيها ان سيليكتور ديال لا فيتيس. عندنا لو نوتر لا مارش اريير و لو دي بور ديماري. دونك ان سامبل سيليكتور لي دارو تو سامبلومون سور لو طابلو دو بور كيما قلت لكم ما كاش كونسول سونترال. وهذا بيان سور بور افوار بلوس ديسباس داخل هاد لي 3 متر ديال لابولي. حتى نشوفو ان فولون دونك دوبل برانش ماهوش ملتي فونكسيون مي جو كروا كو في لا فيرسيون لا بلوس ايكيبي راح تكون فيها تيت دي بوتون لي مالا ان اكران. سيستم دانفو ديفيرتيسمون فاس كونتونتي بهاد لا راديو هادي اللي تفكرنا بيان سور لا مانيت تاع لا نينتندو. ريغاردي ما شاء الله. دونك تتشعل منا هنا باش نبدلو لي ستاسيون د راديو. هنا مكتوبه بالشينويه ما فهمتش. هنا راني نشوف مام بور ريسيفوار دي زابيل. دونك تو سامبلومون كاين يكون فيها دونك البلوتوت ما شاء الله. دونك عندنا هنا اون بريز يو اس بي هادي باش تعيط وهادي باش تكوبي ولا تو سامبلومون دير بوت لا راديو ديالك. هنا تزيد الفوليوم وهنا ما شاء الله ما اون فا با سبيرد نقعدو غير هنا ندورو. حاجه اللي عجبتني ايضا في هذه السياره سي بيان التصميم ديال المفاتيح وين لقاو لا سيناتور باستون و لي ماتيريو ها نوبل. دونك سي دو ستان ليستيل ما شاء الله كيما نلقاوها في السيارات الفخمه. شيء اخر مهم جدا داخل هذه السياره سي بيان متطلبات الامان رغم صغرها لكن لازم يكون فيها لو مينيموم ديال لا سيكوريتي. واول شيء نشوفوه نلقاو فيها زوج وسائد هوائيه دونك دو زير باك بور لو باساجي اي لو كوندكتور. شيء اخر نلقاو دونك فيها لو سيستيم ا بي اس فيها الاو بي دي. دونك عندنا دي فران ا ديسك في لافون عندنا اتومبور في الكوتي اخير. ماكوش كلش نحتاجو في هذا السياره نلقاوه. اون اوتر شوز نزيدو نشوفوها الان. دونك نشوفو لافيشاج هكذا لو فيكول راهو اون مارش. نشوفو ان تيت اكرون لهنا اللي هو شاشه العدادات واللي يعطينا معلومات تجي تقيمه واللي تخص لوتونومي يعني البطاريه شحال بقى لها اكزاكتومون. كيما نشوفو هنا الي شارجي ا 65% ويعطينا بيان سور شحال رانا نتمشى وكل المعلومات الاخرى. حتى نلقاو هنايا مود سبور ما شاء الله راني يعني حاب نسيها نسي هذا الفيكول. دونك هاد الشاشه ال سي دي من 7 بوصه اكزاكتومون. شيء اخر بيان سور لي زيسباس دو رونجمون. دونك سي فري فيكول صغير لكن كيما قلت لكم اعتمادي وفيه كثير من لي زيسباس دو رونجمون. شوفوا هنا بيان سور الطابلو دو بور اللي نقدر نخزنوا فيه واش نحبوا. دونك عندنا هنا ان بورتو غوبلي
لانا في هذا الكوتي وحتى في الكوتي غوش نقدروا نديروا مام اون بوتاي دان ليتر على الابواب ويلقاو دي زيسباس ايضا دو رانجمون. ما شاء الله غيان اتير دونك لوميير لهنايا دو كوتوازي عندك هنايا باش نشغلوا فو دو ديتريس ما شاء الله.